افتتحت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل مشروع بناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، والتي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في مقر المجلس بالرفاع. ملفات الطاولة المستديرة ناقشت اليوم واقع مشاركة المرأة الخليجية في التنمية وما هي أفضل الممارسات في رصد وقياس مؤشرات تمكين المرأة عبر تناول منهجية البناء والتصميم التي يشتمل عليها المؤشر الخليجي. وكانت تجربة مملكة البحرين حاضرة، حيث تمت مشاركتها مع ممثلي الدول الخليجية باعتبارها بيت خبرة في شؤون المرأة. لقد وضع المجلس الأعلى للمرأة لهذا الغرض آلية وطنية لقياس التوازن بين الجنسين، يصدر عنها تقرير وطني تم اعتماد منهجيته ودورية نشره من قبل الحكومة الموقرة، ويهدف التقرير في محصلته النهائية إلى قياس أثر الجهود الوطنية على غلق الفجوة بين الجنسين على الصعيد التنموي، وتبلغ نسبته بحسب آخر تقرير تم إصداره للفترة 2017-2018 حوالي 64%. يعني البحرين تمكنت من غلق بحسب المؤشرات الرئيسية والتفصيلية التي يشتمل عليها هذا التقرير. وتستمد منهجية التقرير الوطني في قياس التوازن بين الجنسين على مستويين: الأول مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني بشكل عام، والثاني مشاركتها في سوق العمل ومواقع صنع القرار. إن التعرف على الجهود المبذولة من الدول الأعضاء أصبح ضرورة ملحة من أجل رصد مؤشرات مشاركة المرأة الخليجية في التنمية ورفع ترتيب هذه المؤشرات على المستوى الدولي، ورصد مؤشرات وأهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بتمكين المرأة في دول المجلس. قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال الرقي وتنمية المرأة البحرينية ومن مختلف الجوانب. تهدف هذه الورشة بالذات لإيجاد منصة أو أرضية صلبة نقوم عليها لتتبع هذا التقدم، وبما يراعي الخصوصية الخليجية والثقافية والاجتماعية. تقدم المرأة البحرينية أو بشكل عموم المرأة الخليجية ملحوظ خصوصا في الآونة الأخيرة، وباتباع السياسات أو الاستراتيجيات اللي هي رؤية 2030 لجميع دول الخليج. نشكر اهتمام المجلس الأعلى للمرأة في استضافة هذا الحدث وفي دراسة أو مشروع دور المرأة في التنمية. هذا بحد ذاته يعتبر نجاح واهتمامهم بهذا الموضوع. يعني احنا اليوم قاعد ندرس دور المرأة في ثلاثة محاور أساسية أو خمسة محاور أساسية، اللي هي في التعليم والصحة وفي المحور الاجتماعي والسياسي أيضا. فهذه تعتبر من أهم شيء اللي هي تمكن المرأة في ضوء أهداف التنمية المستدامة. إن التنسيق والتعاون للوصول إلى استراتيجية موحدة لبناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية والاتفاق على القائمة الأساسية من المؤشرات الفرعية التي ستتضمن احتساب المؤشر الخليجي هو أبرز ما يهدف إليه هذا التجمع الخليجي الموحد.